بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ أول فقراتنا النهاردة وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية. هذا وتناول لقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية. كمان من جانبي أعرب عباس عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية. خلينا نروح نشوف مشاهدينا مزيد من التفاصيل لهذا الاجتماع ونرجع نكمل لحضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كل من السيد حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقد أكد السيد الرئيس من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا سيادته على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذلك المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعيا نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات. كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيد الرئيس أن التحركات المصرية دائما ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة توجيهات مع نشر لجان وحملات وقوافل إرشادية للمزارعين لمواجهة الموجة السيئة التي تتعرض لها البلاد من أمطار غزيرة على أماكن متفرقة من البلاد. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بدايه خليني اسال حضرتك عن الاجراءات التي تمت من جانب الوزاره لمواجهه الطقس غير السيء وايضا التقلبات المناخيه لحمايه المزارعين وكمان توعيه المزارعين. طبعا هو الحاجه حضرتك عارفه ان في تغيرات مناخيه موجوده بالاساس على كل دول العالم. نعم. وطبعا وزاره الزراعه في اطار سعيها الحثيث
نحو زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الجودة في الإنتاج وزيادة وتعظيم العائد من وحدتي الأرض والمياه. طبعا تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما يحدث من تغيرات مناخية وتغيرات وتقلبات في الطقس، وطبعا يتم إعداد التوجيهات والإرشادات اللازمة لأهلنا الفلاحين علشان نبدأ نقول لهم نعملوا إيه ويتعاملوا إزاي مع كل متغير من التغيرات الجوية اللي بتكون موجودة. وبيتم المتابعة ده بشكل دوري مع هيئة الأرصاد ومع مختلف الجهات المعنية في الدولة علشان خاطر نقدم النصح والإرشاد ليهم. وكمان في تكليف لكل القطاعات الموجودة لها معدات وقد تستخدم في تحسين العملية وتحسين عملية الصرف، وقد تكون لها دور في مواجهة هذه التغيرات الجوية طبعا بتوفير كافة المعدات لأهلينا المزارعين. وطبعا أكيد حضرتك عارفة أن يعني تم التنبيه على مدير المديريات، على جهاز مشروعات تحسين الأراضي، على القطاع الزراعة الآلية من خلال معالي الوزير بضرورة توفير كافة المعدات والإمكانيات اللازمة لمتابعة عملية تطوير التغيرات المناخية وتوفير كل الدعم لأهلينا الفلاحين لمواجهة أي تقلبات جوية وأي ظرف سيء قد يكون موجود. تمام. طب يعني هل كمان يا دكتور الزيادة في أسعار الطماطم اللي شاهدناها طبعا الفترة اللي فاتت في الأسواق كان بسبب موجة الطقس غير المستقر والتقلبات المناخية، ولا ده يعني متوقع مع تغير العروة الزراعية زي ما بنسمع؟ هو طبعا يعني خلينا نتكلم في خصوص الطماطم. احنا عندنا الدولة المصرية احنا بنقدر نزرع الطماطم الحقيقة تقريبا طول السنة، احنا عندنا 7 عروات بنزرع فيها الطماطم، ولكن في فترة بتبقى بالنسبة لنا دي فاصل بين العروات، لأن احنا بيبقى قبل شهر نوفمبر بيبقى في فترة من موجات الحر الشديدة اللي بتكون موجودة خلال بقى شهر 6 و7 و8 وأحيانا شهر 9، دي بتؤثر على عملية الإنتاج اللي بيتم حصاده في شهر نوفمبر، وبالتالي بيؤدي ذلك إلى أن يكون عندنا فجوة إنتاجية نتيجة الظروف الجوية اللي موجودة عندنا. فبالتالي لابد أن احنا بنعمل على مواجهة هذا المتغير من خلال بقى رقم واحد ان احنا عندنا الـ يعني استخدام الصوب الزراعية وتقنيات الزراعة الحديثة، ودي واحدة من اهم الادوات اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر نتحكم في الظروف الجوية والجودة الانتاجية. كمان بيتم استنباط اصناف من التقاوي اللي بتقدر ان هي تواجه هذه الظروف الجوية وتتحمل درجات الحرارة. يمكن في اصناف وبدائل كتير متاحة دلوقتي داخل السوق المحلي بيقدر يهتم استخدامها. وكمان في اهتمام بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر والفاكهه اللي من خلاله بيتم انتاج تقاوي الخضر والفاكهه اللي يتم استعمالها في عمليه الزراعه. وطبعا لما تكون تقاوي محليه فبتتحمل الظروف المحليه والظروف الجويه المتغيره داخل الدوله المصريه، وبالتالي ده يساهم في زياده العائد من وحدتي الارض والمياه، وكمان يساهم في زياده الانتاجيه وتعظيم الانتاجيه في القطاع الزراعي. طب هل هناك متابعة لإنتاجية محصول الطماطم حتى طبعا لا يعاود للارتفاع مرة أخرى؟ يعني خلينا نقول يا فندم، واحنا بننتج الطماطم طول السنة، فارتفاع أسعار الطماطم بتبقى فترة مؤقتة خلال شهر نوفمبر. شهر نوفمبر بتبقى من نص نوفمبر يمكن لحد آخر نوفمبر، وبيحدث انخفاض وانخفاض كبير كمان الحقيقة في أسعار الطماطم. وطبعا يعني احنا على مر السنين الطويلة اللي فاتت احنا دايما كنا بننتج الطماطم فترات طويلة، ولكن شهر نوفمبر كان بيبقى من الشهور اللي فيها فواصل ما بين العروات، وبالتالي ده كان بيؤدي لان يكون عندنا فجوه في عمليه انتاج الطماطم. النهارده لما يكون عندنا صوب زراعيه تقدر انها تنتج في شهر نوفمبر، وبالتالي تغطي احتياجات المواطنين خلال الفتره دي. كمان لما يكون عندنا يعني تقاوي تقدر تنتج في او نقدر نزرعها في فترات شديده الحراره، وبالتالي ده يؤدي لان يكون في انتاج عندنا في هذه الفترات. كل ده يؤدي الى ان نتلافى ظاهره الفجوه ما بين العروات اللي بتحصل نتيجه الفواصل ما بين الفتره من الحصاد وحتى الحصاد الموسم التالي. كل ده يساهم معانا في ان يكون في توافر مستمر في المنتج وتوافر مستمر في الطماطم داخل الاسواق. ده دورنا كزياده المعروض. كمان في ادوار اخرى بتقوم بها وزارات اخرى زي تنظيم الاسواق اللي بتقوم بها وزاره التموين، او بتقوم بها جهاز حمايه المستهلك، او بيقوم بها المنافذ التابعه لاجهزه الدوله المختلفه طبعا من ضمنها وزاره الزراعه، وبتضخ كميات اضافيه
من الطماطم في الأسواق علشان نحافظ على استقرار واتزان السوق. صحيح. طيب هل هناك يا دكتور محاصيل بتؤثر أو بتتأثر بشكل ملحوظ من التغيرات المناخية؟ طبعا كل المحاصيل بتتأثر من التغيرات المناخية، وبالتالي احنا بيتم عندنا دايما بيكون فيه استمرار تطوير للنظم المزرعية، وهنا بيظهر دور البحوث المزرعية. طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي في فترة أشتاء، بيكون عندنا فترة التقلبات الجوية الشديدة اللي بتحدث، واللي يمكن حدث في بداية هذا العام في شهر يناير شفنا موجة من التقلبات الجوية الكبيرة، واللي سبب من خلالها ان الابتكار او البحوث العلمية التطبيقية اللي بيتم تطبيقها على ارض الواقع من خلال مراكز البحث المتخصصة لها دور كبير جدا في مواجهة هذه الصور. على رأسها مثلا نظام زراعة المصادف اللي ثبت من خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا إن شاء الله بيتم تعميمها هذا العام، إن زراعة المصادف بتؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، بتؤدي إلى كفاءة في الإنتاجية، بتؤدي إلى تقليل حجم المياه المستهلكة، تقليل حجم التكاليف اللي بتحملها المزارع، وفي نفس الوقت زيادة في الإنتاج، بالتالي بيزيد من حجم ربحية المزارع. كل ده يثبت أو يقول إن إحنا قادرين إن شاء الله إن إحنا نواجه أي تغيرات تكون موجودة، وإن إحنا نقدر نحقق عائد أفضل من المنظومة الزراعية. طب دكتور محمد أخيرا، يعني التأثير بيكون أو لا يكون على الزراعات فقط، أكيد بيمتد للمزارع الحيوانية وأيضا الداجنة، هل هناك لجان من جانب وزارة الزراعة لمتابعة هذه المزارع لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية؟ طبعا يا فندم احنا الحقيقه عندنا في متابعه مستمره بتحصل، وفي توصيات بتحصل كمان، وبيتم اصدار توصيات دوريه لكل الساده المربين علشان خاطر يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الحيوانات والطيور الخاصه بيهم في مواجهه هذه التقلبات الجويه اللي بتكون موجوده بشكل مستمر، وحتى كمان نتيجه ارتفاع درجات الحراره او ما الى ذلك، كمان بيكون في توصيات مستمره بتطلع في فصول الصيف، وبالتالي احنا عندنا متابعه مستمره بتحصل. عندنا الهيئه العامه لخدمات البيطره بتقوم بهذه القوافل المستمره لتحصين وحمايه الحيوان من اهم الامراض اللي قد تظهر نتيجه هذه التغيرات الجويه. بنشوف قوافل مستمره من المعهد بحوث التناسليات علشان نقدم الخدمات الرعايه التناسليه ونقدم خدمات الرعايه البيطريه للحيوانات. بنشوف استمرار متابعه مستمره بتحصل للمزارع، وكمان الحقيقه دور الاطباء البيطريين بيظهر في مواجهه هذا الدور، اضافه الى دور الساده المهندسين الزراعيين اللي بيقوموا بدور كبير جدا في تطوير وتعظيم العائد من الانتاج الحيواني. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على هذه المداخلة، بشكرك دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأيضا المتحدث باسم الوزارة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معانا تقرير تاني مشاهدينا، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة، وده كان بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ده كان بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر ونرجع معكم مشاهدين. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين. وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وقد تناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الاهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث
مؤكدا على أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن. حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. أطلقت جامعة القاهرة مسابقة للتميز في التعليم عن بعد، ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث. التفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بداية خلينا ناخد من حضرتك فكرة عن المسابقة وأيضا الهدف منها. انت عارف حضرتك طبعا انه جامعة القاهرة في عملية تحول رقمي متكاملة بتشمل كل جوانب العملية التعليمية والإدارية وكل الأمور المتعلقة بالعمل الجامعي. يمكن اللي واضح للناس أكثر هو ما يتعلق بعملية التعلم الإلكتروني وتوظيف المنصات الرقمية في العملية التعليمية. نعم. سواء كان في توفير المقررات والمحاضرات الدراسية كوسيط لنقل هذه المحتويات التعليمية والتفاعل حولها، وكذلك فيما يتعلق بإجراء الامتحانات أو عمليات التقييم للطلاب. هذا الكلام تم العام الماضي، الترم الماضي، ويتم الآن. في العام الماضي تم رفع حوالي 7000 مقرر استفاد منهم طلاب الجامعة. هذا العام من المستهدف تجاوز هذا الرقم اللي بيخدم حوالي 270,000 طالب. من هنا جاءت جامعة القاهرة في خطوة مهمة جدا لتحقيق التمايز والتنافس بين كلياتها 26 بتنظيم مسابقة تجاوز يعني تمويلها 1,000,000 جنيه بهدف عمليات التحفيز والتنافس لأفضل الكليات في عمليات تقديم الخدمة وإنجاز عملية التحول الرقمي. طب يا دكتور، ببساطة المسألة يعني المسابقة يعني متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد التابعة للجامعة؟ هي متاحة لكل المؤسسات الخاصة داخل جامعة القاهرة من كليات مختلفة. قيمة الجائزة 1,000,000 جنيه، تمام كده يا دكتور؟ الجائزة 1,000,000 جنيه طبعا موزعة إلى تفاصيل، لكن هي الأهم هو فكرة التحفيز، فكرة التنافس، فكرة انه التحول الرقمي اصبح ثقافة داخل جامعة القاهرة، والكل يتنافس في توظيف كل التقنيات الرقمية في تطوير العمل الجامعي بكل ابعاده في اطار من التميز والجودة وخدمة المستفيد النهائي وهو الطالب والعمليات. صحيح صحيح. طب الشروط والمعايير اللي قايمة عليها المسابقة وأيضا كيفية تقييم الأداء؟ يعني الشروط والمعايير وضعتها لجنة عليا لهذه المسابقة. هناك شروط محددة وسيتم قياس الأداء وفقا لهذه الشروط، بحيث أنه في الآخر المنتج النهائي المقدم إلى الطلاب هو الذي سيكون الحكم. طيب أهم الأنظمة يا دكتور اللي بتتضمنها منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية؟ يعني منصة جامعة القاهرة الذكية بتضمن نظامين محددين. النظام الأول هو بلاك بورد، وده النظام اللي بيتم من خلاله تقديم المحتوى التعليمي أو المقرر الدراسي، المحاضرات، نصوص المواد، الشروح التوضيحية، ثم
عمليات التفاعل التي تجرى حولها وقواعد البيانات الموجودة. البعد الثاني يرتبط بعمليات التقييم أو الامتحانات، وهنا يستخدم ما يطلق عليه منصة assessment journey، وهذه مختصة بعمليات التقييم. وحب أقول إن هذا يعني العمل أو تلك المنصة ذات البعدين تم الاتفاق عليها مع شركة مايكروسوفت العالمية، وتعد أكبر منصة رقمية للتعليم في العالم من وجهة نظر حجم المستفيدين. ليه؟ لأن احنا عدد طلاب جامعة القاهرة حوالي 270 ألف طالب، مما يشكل تحديا لأي منظومة للتعلم الإلكتروني. صحيح. طيب دكتور محمود، يعني هستغل وجود حضرتك معانا عبر الهاتف واسال حضرتك عن اطلاق جامعه القاهره القافله التنمويه الشامله الى مدن حلايب وشلاتين وابو رماد. نحب نتعرف على تفاصيل اكتر من حضرتك عن هذه القافله والهدف ايضا منها. طبعا هنا هذه القافله بتاتي في اداره دور المجتمعي المتميز والمسؤول للجامعه. لا نكتفي فقط باطلاق هذه القوافل الى داخل يعني العاصمه او محافظه الجيزه او محافظه القاهره، ولكن نعمل ايضا بشكل قومي. هذه القافله تتضمن مجموعه من الخدمات الاجتماعيه والصحيه والنفسيه، وخاصه ما يتعلق بالجوانب الطبيه. تقوم بعمليه فحص طبي، تقديم خدمات طبية، عمليات جراحية. الهدف هو خدمة أهلنا في مناطق حلايب وشلاتين ورمادة. نعم. طيب خليني أسأل حضرتك أيضا بخصوص تطوير قسم الطوارئ بمستشفى القصر العيني، هل سيصحبه توسع في المساحة وزيادة في عدد الأسر وخدمات إضافية؟ فعلا عمليات التطوير اللي تابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، هناك عملية توسيع شاملة للجوانب الإدارية والتنظيمية وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة. أبرز ملامحها أنه السعة ستزيد من 700 متر إلى 7000 متر، زائد تطوير نوعي شامل فيما يقدم من خدمات طبية، سواء كان على مستوى إضافة خدمات جديدة، سواء كان على إضافة تجهيزات ومعدات على أحدث معايير المستشفيات العالمية. يعني هنا هذا يعني يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في أن يطابق هذا الكود العالمي للمستشفيات. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك أستاذ الدكتور محمود عالم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نروح لتقرير خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال هذا الأسبوع. خلينا نروح نشوفها مع حضراتكم ونرجع نكمل أخبارنا. خليكم معانا. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 14 عنصراً إجرامياً ومصرع 3 عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن الإسكندرية والدقهلية وأسيوط وقنا، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية، سرقة بالإكراه، سلاح ناري ومخدرات. وضبط معهم 16 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش و6 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش ومسدسان
وأربعة فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 461 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1041 قطعة سلاح ناري، من بينها 159 بندقية و100 بندقية آلية و67 مسدساً و714 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3109 طلقة متنوعة، إضافة ل 1364 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 488,136 حكما قضائيا، من بينها 2017 حكم جناية و 176,585 حكم حبس و 239,882 حكم غرامة و 69,652 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 47 متهماً قاموا بارتكاب 49 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 57 حادث ما بين قتل عمد والسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 87 متهماً، وتم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1498 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1613 متهماً وبحوزتهم أكثر من 8 أطنان و746 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد عن 209.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 19 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 29.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,376 قرص مخدر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بداية خليني أسأل حضرتك عن ملامح قانون الجمارك الجديد وأهم ما يتميز به هذا القانون. هو الحقيقة القانون الجمارك الجديد رقم 207 لـ2020 بيقوم على فلسفة محددة، مفادها طبعا ان احنا بنتكلم على قانون جمارك بقاله 57 سنة، القانون القديم كان 66 لـ63، فكان ضروري ان احنا في ظل الحداثة وظل العولمة وقيام التكتلات الاقتصادية اللي احنا بنشوفها على الارض في كل دول العالم انه يكون هناك قانون جديد شامل ومستوعب لكل الاليات اللي هي بتساعد في التعامل مع هذه الحداثة. الحقيقة القانون بيتسم بمرونة كبيرة، بيدي حق لوزير المالية في حاجات كتير جدا انه غيرها
مع التغيرات الجديدة بيركز على كمان طبعا تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة طبعا بهدف تقليل زمن الإفراج. هو الحقيقة بيقوم كمان على نظام تبادل معلومات، نظام معلوماتي جيد جدا. يعني لازم يكون في صحة لإدراج البيانات من أونلاين، مش لازم المستخلص أو المستورد أو المصدر يتقدم بالبيانات الجمركية، ممكن يدرج من مكتبه، يدرج من بيته، يدرج من أي مكان عشان يتم تحليل البيانات واستنباط النتائج ويكون هناك قدرة على استخدام هذه البيانات للإفراج بسرعة أول ما البضايع أو الرسائل تيجي من الخارج. الحقيقة القانون بيهدف في النهاية إلى عدة أهداف مهمة جدا. إحنا بننتقل من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية لأن هو ده اللي هيسهل التجارة بالفعل، بيرفع من جودة استئداء الضرائب المحصلة. إحنا كلنا عارفين الجمارك على الحدود أو في المنافذ بتحصل مش ضريبة جمركية بس، بتحصل ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، وبتحصل جزء من المنبع لضريبة أرباح التجارة الصناعية، يعني بتحصل العديد من الضرائب مش الضريبة الجمركية فقط يعني. فإزاي نرفع جودة استئداء هذه الضرائب والرسوم؟ الحقيقة القانون كمان بيهدف إلى دعم كفاءة أحكام الرقابة الجمركية. إحنا الجمارك مسؤولة عن أمن وصحة وسلامة المواطن، ده كان جزء مهم جدا في آليات الرقابة الحقيقية. زي القانون الجديد ده يقضي على الممارسات الغير مشروعة اللي كانت بتتم عبر العقود الثلاثة اللي فاتت اللي احنا شفناهم. فالحقيقة القانون شامل، بيهتم جدا بنظم رد الضريبة سواء كان سماح مؤقت أو دروباك أو الكلام ده كله. بيركز على ان احنا نحدد صور التهريب على نحو واضح ومحدد، ما يبقاش قابل للتأويل في موضوع ان انا اقول الحالة دي انا الجمرك بكيفة او موظف الجمرك بكيفة تهريب، والمستخلص او المستورد او المتعامل يقول لا ده مش تهريب. فالحقيقة دي كانت كل الاهداف. لكن لما نحب نتكلم بقى على السؤال اللي حضرتك حددتيه تحديدا، المقدمة دي كانت مهمة طبعا، ايه الاحكام المستحدثة في هذا القانون؟ الحقيقة احنا عملنا في بداية القانون مجموعة تعريف، التعريف دي للمصطلحات اللي كنا احيانا بنختلف عليها عند وقوع اي من المخالفات الجمركية او اي من الاجراءات الجمركية، كنا يعني دايما بيحصل اختلاف، فحطينا ديفينيشنز محددة للمصطلحات اللي موجودة في هذا القانون. دمجنا قانون الإعفاءات مع قانون الجمارك بقى قانون موحد، عالجنا كل سلبيات النظام السماح المؤقت اللي كانت موجودة قبل كده، سمحنا بتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة ما كانتش موجودة قبل كده، كان قانون القيمة المضافة هو اللي بيسمح بالتقسيط فقط، لكن الحقيقة في قانون الجمارك سمحنا بالتقسيط علشان نشجع العمل الاستثماري وتشجع الاستثمار، لان احنا بنقسط الضريبه الجمركيه على الالات والمعدات والاجهزه. انشانا في القانون مخازن جمركيه مؤقته اللي هي داخل المواني بدل النظام بتاع المستودعات، بقت مخازن مؤقته يقدر نخزن فيها البضائع اللي لسه هيتم عليها هيجيب مستنداتها او لسه هيتم عليها اجراءات معينه او الكلام ده كله. انشانا اطار قانوني للاسواق الحره، يعني كلنا عارفين ان في اسواق حره في المطارات وموجوده في كل دول العالم، وموجوده اسواق حره في البلد كمان مش في المطارات بس، ما كانش في مظله قانونيه للاسواق الحره، عملنا لها مظله قانونيه في هذا القانون. يعني عملنا الافراج تحت التحفظ، اللي هو نظام الافراج تحت تحفظ اشار ده اليه، حطينا السيستم بتاع نظام الفعل الاقتصادي المعتمد اللي هم بيسموها الوايت ليست او القائمه البيضاء، ما بقتش كل التعامل يعني مع المستوردين كلهم في سله واحده، كان لازم يكون في هناك تمييز للمستورد اللي هو ما عندوش في تاريخه ولا في سجل حياته اي مخالفات او اي شيء بيشوب اداؤه الجمركي. فعملنا لهم ازاي هم يبقوا اسرع كمان في الافراج من غيرهم،
عملنا قننا بقى بشكل جيد جدا فكره تبادل البيانات بشكل الكتروني كامل مع كل جهات الدوله المشتركه. احنا عندنا تقريبا 33 جهه موجودين داخل ميناء وخارج الميناء بيتعاملوا مع حركه الاستيراد والتصدير والاستثمار. اشرنا اليهم، شرعنا او سمينا في هذا القانون ايضا نظام التجاره الالكترونيه. حضرتك عارف النهارده نظام التجاره الالكترونيه خد جزء كبير من التجاره التقليديه. حطينا ضوابط لحمايه حقوق الملكيه الفكريه، عملنا السيستم بتاع الادفانسد كارجو انفورميشن اللي هو نظام المعلومات المسبق، ان انا اخلص كل اجراءاتي قبل ما البضاعه توصل والبضاعه لسه في عرض البحر عشان لما تيجي ما تقعدش يتم الافراج عنها في نفس اليوم. اخر حاجه بقى في القانون الحقيقه استحدثناها انه استحدثنا نظام جديد اول، يعني ما يعني لو في اجراء جديد تم استحداثه او نظم جديده لم يتم يعني اختراعها لحد دلوقتي او لم يتم التفكير فيها لحد دلوقتي، فبقى القانون سامح لمصلحه الجمارك انها تستحدث نظام يتوافق او ضوابط قانونيه تتوافق مع الحاله الجديده اللي حصلت، ودي ما حصلتش في اي قانون من القوانين. فعشان كده احنا بنشير الى ان القانون قانون يتواكب مع اساليب او نظام العولمه بالكامل في الظروف اللي احنا فيها. يعني شرح كامل لأهم ما يميز هذا القانون. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية وشؤون الجمارك، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل نتعرف فيه على درجات الحرارة وأسعار العملات، ونرجع مع فقرتنا الصحفية وضيفتنا اللي هتنورنا في الاستوديو دكتور ماريان جرجس الكاتبة الصحفية. خليكم معنا.